سعد في هذا اللقاء تبعد المحاولة حكيم سيس ترفع الكرة فرصة وتدخل الدفاع إبعاد الكرة للدوري البرازيلي انتهى بداية نوفمبر الماضي انطلاقات وسرعة فينيسيوس جونيور تدخل ممتاز المنتخب البرازيلي من الجهة اليمنى وسط لاعب إيمرسون حكم كبدا خطأ دوريات الكبرى على المستوى الأوروبي ويمتص الحماس للمنتخب المغربي حكيم زياش حكيم زياش كيرفع الكرة فرصة 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 على مستوى الأخطاء وكذلك على مستوى الزاوية بشكل كرة من الجهة فرصة تمريرة زياش تسديد وتدخل استرجع كرة بشكل ممتاز حكيم زياش عند سفيان بوفال بوفال محاولة مراوغة لاحظوا العودة ديال لوكاس تورينتينو وفينيسيوس كرة خطيرة دخول داخل المنطقة الجزائرية وطبعا عند لوكاس تورينتينو خطيرة فرصة خطيرة لفائدة المنتخب البرازيلي كرة مشات فوق المرمى أبرز محاولة تجاه لاعب أليكس نيكولاو كرة بعيدة خارج خطيرة فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي نصير مزرعة ولكن وأوروبا في الوقت هذا المحاولة لممثل القارة الأمريكية الجنوبية منتخب البرازيل تدخل واسترجاع هذا المباراة تبدأ المحاولة وسط فينيسيوس جونيور فويوس نصيري فرصة 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 مرات جانبا فرصة الهدف مرت جانب البوسطة نصير مزراوي هو اللي كان وراء الكرة الأخيرة تمريرة ممتازة برشلونة في الوقت بدل المحاولة ديال المنتخب البرازيلي جانب الكرة طويلة لابد من إبعاد الكرة ياسين بونو ياسين بونو ياسين بونو كنقول بأنه بقميص المنتخب الوطني المغربي أشرف حكيمي سترجع الكرة بشكل مبين خروج ياسين بونو خروج خاطئ خروج خاطئ والهدف خروج خاطئ والهدف الاول لفائدة المنتخب البرازيلي في الوقت الاولى الوطني المغربي وبالتالي الغاء الهدف ديال فينيسيوس جونيور كان متابع خطا كان هناك تدخل محاوله بلال الخنوس والبحث عن ضربه العرضيه لعبت كره دائريه فرصه خروج الحارس فرصه فرصه وبوفال هدف هدف اول لفائدة المنتخب الوطني المغربي بواسطة سوفيان بوفال يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات فرحة كبيرة للجماهير المغربية جولة أولى بتالية فرصة 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 أخرى لفائدة المنتخب الوطني المغربي عز الدين جنوزرا فينيسيوس جونيور فينيسيوس وأشرف حكيم فينيسيوس جونيور كانت خطيرة هداء تسديدة مشات فوق المرمى للفرحة اللي يقولون كل المغاربة لعبت الكرة عز الدين أولاحي أولاحي يمكن يرفع الكرة بالفعل رفعت الكرة عز الدين أولاحي شو يعمل عز الدين أولاحي تمريرة فرصة سفيان بوفال ما تمكنش من التسديد وبالتالي كطيع ممتازة يعني القراءة دي المحاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي في الوقت كانت تدخل ديال سفيان أمر أمام الحكم كيعلن خطأ لفائدة المنتخب تدخل المنتخبين إلى أرضية الملعب في الوقت كانت تبعو هذه الأجواء الجميلة هنا بطنجة والوطني المغربي مرة أخرى أشرف حكيمي حكيمي حاول الرغو تسديدة قوية لحكيم زياش ولكن الكرة كتجي بوفال عند نصر المزراوي وحاول يمرر وأشرف حكيمي حاول يمرر بجهة لاعب يوسف النصيري كبار لكن هذا تدخل ممتاز ياسين بونو ردة فعل ياسين بونو بعد تسديدة قوية لرودريغو سيلفا لعبت كرة دائرية رأسية أشرف حكيمي فرصة بداية المنتخب المغربي انطلاقة على مستوى الوسط سفيان أمرابط لاحظوا ثلاثة اللاعبين هناك خطأ هناك خطأ واضح خطأ واضح ولفائدة المنتخب الوطني المغربي بلال خنوس بلال خنوس دخل داخل المنطقة البرازيلي فرصة 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 عز الدين أناحي وتدخل حارس ويفرتون لبعاد الكرة عز الدين أناحي تسديد فينيسيوس جونيور تدخل سفيان أمرابط دفاع دائما فرصة تدخل وإبعاد الكرة ممتاز غانم سيس يتدخل ويبعد الكرة للزاوية خلال هذه النسخة العالمية جونيور داخل منطقة الجزاء وخطيرة كانت خطيرة هذه المحاولة تعبت الكرة دائرية لابد من إبعاد الكرة من الرأس بالفعل فرصة توصل كذلك رودريغو فرصة داخل منطقة الجزاء تدخل منطقة الجزاء تعبت الكرة الرأسية خطيرة خطيرة لابد من محاولة تدخل تدخل رائع في الوقت اللي الحكم المساعد رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء فرصة أخرى خطيرة في منطقة الجزاء رفعت الكرة في القائم الثاني تدخل كرة أمام يوسف أنصيري خطيرة وهدف هدف تعادل لفائدة المنتخب البرازيلي هدف بواسطة لاعبي كاسيميرو
ياسين بونو كان بإمكانه أنه يحصل الكرة، ولكن الكرة كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف أول لفائدة المنتخب البسيط مرة بسبب العناصر الوطنية. تعبت كرة دائرية، فرصة تدخل، رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل فعل الكرة خرجت. هذه فرصة، هي تطلع رفع كرة، فرصة هدف. هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي، هدف ثاني بواسطة لاعب الصابرين